صباح الخير اللي عندهم صباح، مساء الخير اللي عندهم مساء، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفال هذا غادي يكون فال جديد ونشوفوا المستجدات ديالكم لهاد اليومين هادي، فان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، وان شاء الله تستفدوا على هاد الفال هذا. فغادي يكون الفال في الاول لصاحبه البشره السمراء، غادي تكوني انت هذه السمراء وهذا الحظ ديالك، ونشوفوا المستجدات ديالك. الفال للجميع، خذي اللي يناسبك وخلي الاشياء الاخرى. كنتي متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليك. سمراء، هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. غادي يكون قلبك شي شويه مزير من الضايقه النفسيه نازله، غادي تكوني كتفكري في الشخص اللي هو اسمر، وعندك هنا فرحه على حاجه ماديه كبيره او غاليه. فكيقول لك اللي هي موظفه، اللي هي في امتحانات، اللي هي عندها امور قانونيه او في محكمه، فردي بالك هذا هو اللي غادي يخلي النفسيه ديالك شي شويه نازله. بالنسبه للحب للغرام، فالرجل الاسمر كيحبك حب كبير من طرف هذا الرجل، عندك معاه استقرار، نيتو صافيه، البعض فيكم غادي يكون عندها زواج او الاغلبيه فيكم عندها زواج مع الاسمر او هي فرحه كبيره. فواخا كتشوفي هاد الايام هاد الاسمر شي شويه ملهي عليك او مشغول، فهذا لا يعني انه لا يحبك، فالحب كبير. بالنسبه للاسمر اللي قصير القامه، الحب كبير، الاستقرار كاين، لما تشمل كاينه، حاجه ايجابيه كاينه، رجوع صلح كاين. بالنسبه للاسمر مربوع القد او طويل، فالنيه صافيه، هاد الانسان باغي زواج معاك، واخا ما كيهضرش معاك هاد الايام او هاد اليومين هادي، فلا يعني انه خلاك. فاذا كان موعدك بالزواج فالزواج غادي يتم، فقط هو عنده امور خاصه باوراق، ينهي الامور اللي خاصه بالعقود والاوراق وها هو معاك، فما تبقيش لاصقه فيه وتابعه وكتدقي معاه في الامور. كاين اللي عندها هاد الاسمر اجنبي او في البلاد البعيده، فكيفكر في المجيء لعندك، ولكن حاولي تكوني هادئه، يعني حاولي انك تكوني متفهمه، تسمعيه، تقدري الظروف، لان راه ممكن تخسري الحظ ديالك بيديك انت. اللي كانت عندها مثلا كتقول واش غادي نلتحق بالزوج ديالي في البلاد البعيده، عندك التحاق، او انت في بلاد بعيده وكتسناي الخطيب او الزوج ديالك يلتحق بك، فكاين هذا الشيء هذا مع الاسمر. بالنسبه للحنطي، الحنطي انا كنشوفه بقلبه وبعقله كيفكر فيك، مشتاق لك اشتياق اللي هو كبير. بالنسبه للحنطي كذلك كنشوفه شويه متردد، حائر، مازال ما عارفكش مزيان، او انت كتكوني شويه غامضه مع هذا الحنطي في هذه اليومين هذه. ف اللي عندها الحنطي اجنبي او في البلاد البعيده فكنشوفو شي شويه عصبي، غادي يكون سلطوي، غادي يكون عنيف في التعامل معك، ولكن ما كنقولكش خارج من الحياه ديالك. بالنسبه اللي عندها الابيض، فالابيض اللي هو مربوع القد، فهذا الحب كاين، حاجه ايجابيه، نيه صافيه، عندك معاه فرحه، ممكن تكون خطوبه، زواج، فوز، هضره وكلام اللي غادي يعجبك، مفاجات اللي غادي تعجبك، فالامور مع هذا الابيض بصفه عامه اللي هو مربوع القد، اموركم جيده، كاين الحب، كاين الحنان، كاين الرومانسيه، كاين اشياء اللي هي جميله. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه، فهو متبوع من الاهل ديالو، يعني غادي يكونوا كيسيطروا عليه، كيتحكموا فيه، فغادي يكون كيهرب منك ومن العائله ديالو، كانه مسكين هذا الانسان غادي ينفجر، انت كتجبدي من جهه والعائله ديالو كتجبد من جهه، فما عارفش شنو غادي يدير. فهذا الانسان غادي يكون اللي هو ابيض قصير القامه، غادي يكون شويه نفسيه نازله، وممكن تكون كتدار ليه طاقات سلبيه او عليه اسحار. هذا الانسان هذا مازال غادي يتصل بيك، هو فيه الوسواس من جهتك، كيراقبك، كيتجس عليك، حتى الا كنتي مخاصمه معاه فكاين هضره وكلام في الرجوع او في الصلح مع هذا الانسان هذا. واللي عندها هذا الابيض قصير اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده، فعندك معاه امور جيده، اما غادي يكون عندك معاه نصره، اما عندك معاه شراء حاجه غاليه،
او ممكن يهديك حاجه اللي هي غاليه، او الا كانت بيناتكم وراق وعقود كتهضروا فيها بخصوص السفر بخصوص بلاد بعيده، فالامور كذلك جيده من هذه الناحيه هذه. بالنسبه للمغتربات عندكم امور جيده كذلك بالنسبه للعقود، سواء كانت جنسيه او اوراق خاصه بالبلد اللي انتم فيها. هي المغتربات كل ما يخص الاوراق غادي تكونوا ظاهرين في هذا الامر هذا. بالنسبه اللي عندها الابيض ناحيف طويل، او عندها ابيض عنده مركز كبير، او رجل مسؤول، او رجل اللي عنده منصب عالي، فهذا الانسان راه مازال الاستمراريه معاه، ولكن خصك تردي البال. ممكن يكون عندك معاه صلح، ممكن لقاء، ممكن عزومه، ممكن رحله مع هذا الانسان او سفريه. هذا الانسان ممكن يكون كيتجسس عليك كيراقبك، ولكن خصك تزيري معاه. يعني هذا الى انت بقيتي معطاءه، الى ما حددتيش نوع العلاقه ديالك فغادي تبقي غدا غير في الحرام. بالنسبه للحدود الماليه رائعه، يعني ما غاديش ينقصك خير من ناحيه الماليه، فهذا اللي بان في الحظ ديالك يا السمراء. وغادي نشوفوا الحنطيه، فان شاء الله الحنطيه يكون فالك خير، ان شاء الله الحنطيه يكون فالك ايجابي وتستفدي على هذا الفال هذا. هذا الحظ ديالك الحنطيه، وهذه انت ان شاء الله فالك خير فالك ايجابي. كنتي متزوجه مطلقه عازبه ارمله، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليك، خدي اللي يناسبك وخلي الاخر. الفال ديال الحنطيه، نشوفوا المستجدات لهذه اليومين. حنطيه قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي يكون قلبك على حاجه ماديه غاليه، او حاجه ماديه كبيره، او عندها يعني وزن، غتكوني كتفكري في امضاءات او في عقود، او تكوني كتفكري في محامي او رجل اداري. فردي بالك هاد الايام، خصوصا اللي عندها سفريات قصيره، فممكن يوقعوا لك مشاكل، او ما غاديش تكوني مرتاحه هذيك اللي كتفكري في الاسفار، او حتى اللي كتشتغل عبر الانترنت، فممكن يكون عندك شي شويه مشاكل على النت. البعض فيكم انا كنشوف عندك خيانه في البيت الزوجيه ديالك، وكاين البعض اللي غادي تكون عندها هي بنفسها غادي تخون الزوج ديالها. واحد النهار قلتها جات بحال هكا، وجات وحده قالت لك علاش تقولي واش انت ليك الفال، واش بوحدك اللي كتشوفي، علاش تقولي لي كاينه الخيانه، ما تقوليهاش ما تشوفينيش. فانا هنا كيبان ليا اما انت غادي تخوني الزوج ديالك، والزوج ديالك غادي يخونك، وحده في الجوج. العين والحسد على حياتكم العاطفيه بصفه عامه. هنا كاين اللي غادي يكون عندها مشاكل بخصوص الحمل ديالها، فاللي حامله ردي بالك على الحمل ديالك، وكاين اللي هي باغا تحمل فكاين شويه مشاكل على الحمل، فردي بالك ممكن يكون عندك عارض، او ممكن تكون عندك تبعه مقفل الحمل ديالك. بالنسبه للعتبه ديالكم فغادي تسمعوا خبر بخصوص تغيير العتبه، او ممكن غادي ديروا اصلاحات او تغيير ديكور في العتبه ديالكم، او كاين انتقال من مدينه لمدينه، يعني غادي ما تبقاوش في المدينه اللي نتوما فيها، فغادي تحولوا لمدينه اخرى. بالنسبه لي كنشوفك ان هذاك الوسواس وهذاك الخوف وهذاك الشك اللي كنتي فيه فهو كيزول في هذه الايام هذه. كنشوف حتى الا كنتي شاكه في طاقات سلبيه او اسحار، فما عليكش تاثير هذه الايام هذه. كنشوف هنا كاين لي معها شخص اسمر في العمل، فهذا الشخص الاسمر هذا ممكن يكون مزوج مطلق كيسلم عليكم من المطر، فممكن يكون مزوج ومطلق هذا اللي معاك في العمل، وهو اسمر راه باغيك وباغي المعقول معاك ونيتو صافيه. بالنسبه انا كنشوف هنا عندك امور مع انسانه قصيره القامه، ممكن يكون عندك معها ارزاق، فالارزاق ديالك رائعه مع هذه الانسانه هذه. كان عندك معها بلوكات، او الشغل ديالكم كان شويه متوقف، او الارزاق ديالك انت وهاد المراه وهاد البنت القصيره كان الارزاق ديالكم موقفه، ولكن حاليا لا، يعني المسيره ديالكم زوينه والارزاق ديالكم كثيره انت وهذه الانسانه هذه. بالنسبه للحظوظ فانا كنشوف يعني الحظوظ غتكون عندكم في يعني عرضات، مناسبات، حفلات، عزومات، هذا هو اللي غادي يكون عندكم في حظ هذه الايام هذه. بالنسبه اللي كتسال على الرجل الابيض فانا كنقول لك الرجل الابيض هذا واخا
راه مازال كاين في الخطه ديالك، ولكن راه كاينه انسانه معاه، يعني كاين طرف ثالث. الاغلبيه فيكم كاين الابيض اللي هو مربوع القلب، كاينه امراه اللي كتبغي تاخده ولا اللي كتبغي تبعده عليك. هاد الانسانه كتستافد منه ماديا، ممكن يمشي شي حاجه اللي هي كثيره. فانتبهي للحبيب ديالك، انتبهي للزوج ديالك اللي هو مربوع القد. هذا راه كاينه طرف ثالث اللي كتحاول انها تجلبو، يعني مازال ما شداتو المصيده مزيان، ولكن يا حنا هالفال كيقول لك ردي بالك وحاولي انك تغيري التصرفات وكيفاش انك تلمي الشمل ديالك مع هذا الانسان. هذا هو راه مازال لحد الان راه مازال كاين في الخطه ديالك. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه، النفسيه ديالو نازله، كيفكر يعيط لك، متردد، حائر، ولكن الصلح مازال غادي يكون مازال كاين في الخطه ديالك. باغي الصلح هذا الانسان، ولكن شي حاجه بحال كتبلوكيه، يمكن غضبتيه او الزعل كان كبير، ولكن يكون الصلح، يكون واخا ما يكونش هاد اليومين ولا الثلاث ايام، راه مازال غادي يكون صلح بينك وبينه. بالنسبه للاسمر قصير القامه، فكنشوف هاد الانسان غادي يكون مهتم على الحياه الماديه ديالو، فغادي يكون طموح، عنده ارزاق كثيره. هاد الانسان هذا اذا كان اجنبي او في البلاد البعيده، فبحال غادي يرسل لك اوراق او غادي يهضر لك على زواج، على خطوبه، نيته صافيه، امورك جيده مع هاد الاسمر اللي هو قصير القامه. وكنشوفو كذلك كيفكر فيك وبينك وبينه حاجات اللي هي ايجابيه، او بينك وبينه ارزاق. بالنسبه للاسمر اللي هو مربوع القد، او كيشتغل في مصلحه حكوميه، او كيشتغل في الامن، في الدرك، في الجيش، في القوات المساعده، او كيلبس لباس خاص في العمل ديالو، فهاد الانسان نيته صافيه، غير انت الله يهديك فيك الوسواس. ولكن هذا الوسواس هذا راه كنشوفو شويه تيقل، ما تبقايش تابعاه، كتراقبيه عندك وكيفاش ولا، فهدئي النفس ديالك. هذا الانسان راه معاك دابا، وغتكونوا متوالمين، متفاهمين، الحب كاين، التشاور، الافكار ديالكم غادي تكون كيف كيف، والتفاهم راه كاين. اللي هي مزوجه بهذا الاسمر اللي هو مربوع القد وعطينا هاد الصفات ديالو، غادي يكون مهتم بالابناء ديالو لواحد الدرجه اللي هي كبيره. اما انت كنشوف كسوله وما كتهتميش بالولاد ديالك بالطريقه المناسبه. بالنسبه للرجل الحنطي، الرجل الحنطي اللي هو قصير القامه، هذا تابعك وانت هربانه منه، يعني كنشوفك عاطيه بالظهر، مفرعنه، ما عرفت شنو بغيتي، بغيتي تطيري، فشدي الارض. الحنطي اللي هو قصير راه كيبغيك، كيموت عليك، باغي معاك حاجات جديده. الا كان هذا الزوج ديالك راه باغي معاك وليدات، وانت كنشوف بحال كتهربي، فغادي تبقاي تهربي تهربي، حتى غادي يبقى يدير هذا الانسان هذا، يبقى يمشي عند فقها، او يبقى يشوف شنو مخبيه انت، فغادي يقدر يمشي عند روحانيين اللي غادي يفضحوا لك الامر ديالك. فردي بالك مع هذا الحنطي اللي هو قصير. بالنسبه للحنطي اللي هو طويل او مربوع القد، كنقول لك هذا راه باغي يزهر معاك ويفرح معاك، راه كاين معاك في الخط، ولكن غادي يكون عصبي، غادي يكون سلطوي، ما باغيش يتصالح معاك الا كنتي مخاصمه معاه، فكيتسناك انت تسامحي، انت تواصلي معاه، انت تطلبي السماح. اوكي، فهاد الحنطي هذا راه عندك يتصحابك ما محبوبش، فهو متبوع من طرف النساء، يعني الا ما كنتيش انت راه كاين غيرك عشرات وعشرات البنات. فكان هذا الفال ديالك يا الحنطيه، وغادي ندوزو للبيضه. فان شاء الله البيضه يكون فالك خير، ان شاء الله البيضه يكون فالك ايجابي، وتستفدي على هاد الفال هذا. هذا الحظ ديالك البيضه، هذه انت، وهذا الحظ ديالك، انت متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليك، خذي اللي يناسبك وخلي الاشياء الاخرى. فنشوفوا المستجدات ديالك خلال اليومين المقبله، كاين شنو هو الحظ ديالك. هذه انت يا البيضه، الحظ ديالك البيضه، هذا قلبك، تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي يكون قلبك هنا على اجتماع، على لقاء، على صلح، على رجوع، او على لمة عائلية. غتكوني كتفكري في الفرحة وخايفة ان هاد الفرحة ما تكملش. غادي تكوني كذلك هنا في لقاء مع امرأة مسؤولة، او امرأة كبيرة في السن، هاد الايام هذه هي اللي غادي تكون بارزة، او هي اللي غادي تكون يعني مهمة بالنسبة لك. كاين اللي هي ساكنة بوحدها، فكاين المجيء ديال الاهل ديالك، او الوالدين ديالك، او الام ديالك غادي تجي لعندك، او هي امراه كبيره في العمر، او امراه مسؤوله غادي تدخل للعتبه ديالك.
فيقول لك الفال البيضاء من ناحية المالية أمورك جيدة لمدة 6 أيام، مدخول مالي كبير سواء من العمل ديالك أو من مصادر غير متوقعة. كاين اللي غادي يجيوها ناس أجانب يعني من البلاد البعيدة غادي يجيو لعندك، وكاين اللي ناس كانوا مسافرين وجايين عندك سواء أجانب أو ناس من البلاد البعيدة غادي يكون عندك معهم لقاء، والبعض فيكم غادي يكون عندك مع أجانب أو ناس في البلاد البعيدة عقود غادي تمضيها معهم. كنشوف الفال كيقول لك خصك راحة، خصك استجمام، اهتمي شي شوية بنفسك، ما تبقيش مهتمة غير بالعمل العمل، فاعطي وقت لنفسك. بالنسبة للحظوظ فهنا كاين أخبار اللي غادي تسمعيها شوية غادي تعصبك، وكيف يعني ماشي ما تخليش اشياء اللي هي بسيطه تاثر لك على الحياه النفسيه ديالك. كنشوف هنا كاينه انسانه اللي هي كتحسدك، اللي هي كتغار منك، اللي هي تابعك، غادي تكون كثيره الاتصال بك في الايام المقبله. هامو المطور كيسلم عليكم. هاد الانسانه هذه غادي تكون كتسول واش عندك، واش درتي، واش فعلتي، فما تعطيهاش راس الخيط، ما تعطيهاش شحال عندك الفلوس ولا عندك فلوس ولا شنو شريتي ولا شنو ما شريتيش، طلب منك سلفة ما تعطيهاش. اوكي، بالنسبة للعتبة اي شيء خاص بسكن، بعقار، بعمل حر غادي تكوني ناجحة فيه، غادي يكونوا عندك عقود او اوراق غادي تحصلي عليها بخصوص عقار، كذلك بيع، شراء، كراء، هاد الامور هذه غادي تكوني زاهرة فيها، حتى اللي كتسنى شهادة غادي تحصلي عليها، رخصة غادي تحصلي عليها، اوراق عن طريق عمل او عن طريق ادارة او محكمة، فالوراق هادو غادي تحصلي عليهم. اللي كتسال على الرجل الحنطي اللي هو قصير القامة، فكنشوف ان كاين تباعد بيناتكم، واخا هو كيبغيك، واخا باغي الرجوع معاك، واخا هو حائر ومتردد، ولكن القلب ديالو باغي يرجع لك، القلب ديالو باغي لما تشمل معاك، ولكن كاين بيناتكم سحر تفريق او عكوسات كتفرق بينك وبين هذا الحنطي اللي هو قصير، وهو عنده قابليه انه يرجع باغي، ولكن انت بحال نافره منه، بحال ما بقيتيش بغيتيه وكتبعدي. كنقول لك هذا الانسان راه مزيان وهو موسوس من جهتك وكيراقبك وكيتجسس عليك، فحاولي الا كان عندك مازال شويه حب لهذا الانسان او مازال رغبه فيه فما تزيديش تألمي هذا الانسان هذا. بالنسبه للحنطي اللي هو مربوع القد او طويل كيفكر فيك بزاف ليل ونهار، فلوسه قليله، هذا هو الشيء اللي كيخليه يبعد عليك هاد الايام هذه، اما هو راه كيفكر فيك ومازال كاين في الخط ديالك. بالنسبه للابيض اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده، فكيهضر الوالدين ديالو او الاهل ديالو عليك، هذا الانسان هذا المدخول ديالو زايد في التطور وممكن انه يساعدك اي شيء طلبتيها منه فغادي تجيك. وكذلك اللي عندها الابيض مربوع القد فكنشوف عنده سفر او عنده مجيء لعندك الا كان بعيد عليك هذا. بالنسبه للابيض اللي هو قصير، ردي بالك مع هذا، لان البعض فيكم كاين اشتياق وكاين حب من طرف هذا الابيض، ولكن الاغلبيه فيكم اللي عندها الابيض قصير القامه وكيشتغل في الامن، في الدرك، في الجيش او في القوات المساعده، او كيلبس لباس خاص، فهذا ردي بالك راه يقدر يكون غير تسليه او تمضيه وقت، يعني ما يبقاش يدوخ عليك وما يبقاش يكذب عليك. بالنسبه للاسمر، الاسمر اللي هو قصير القامه كنشوف هذا باغي المعقول، باغي الزواج، باغي استقرار، باغي حاجات ايجابيه، ولكن انت ما مستعده، شايفك انت عاطيها غير الفلوس والعمل وتفكري في السفريات والعلاقات الاجتماعيه، فردي بالك شي شويه العاطفه ديالك لانك راكي كسوله كما كنقول في الحياه العاطفيه. هذا الاسمر اللي هو قصير راه كتعد به، راكي كتالميه، هو باغي المعقول وباغي الجد وباغي الزواج، حتى الا ما كانش هذا الحبيب ديالك او الزوج ديالك فهو باغي يفرح معاك وباغي يسعد معاك وباغي يعيش معاك حياه عاطفيه، ولكن انت لا حياه لمن تنادي. بالنسبه للاسمر اللي مربوع القد او طويل، هذا الا كان الزوج ديالك فراه ممكن يكون عندك معاه حمل او هو باغي معاك ولاد، نيته صافيه. بالنسبه كذلك لهذا الانسان فهو يعني راكي من ناحيه العاطفيه هامله لواحد الدرجه اللي هي كبيره، ف اعيدي النظر في العلاقه ديالك مع الزوج ديالك اللي هو اسمر. بالنسبه لي الاسمر هذا مربوع القد او طويل حبيب ديالك، فكنقول لك عندك معاه حاجات جديده، نيته صافيه، مشتاق لك، مشتاق للحب، للغرام، ولكن انا تنقول لك هنا الفال الا بغيتي حاجه المعقول مع هذا الانسان هذا، حاولي انك توضعي ليه حد، يعني ما تبقيش سهله المنال حتى ان العلاقه ديالكم تكون يعني جيده وفي الحلال.
فكنظن انني هضرت على كل شيء. هنا كيبان لي اللي عندها رجل مسؤول او عنده مركز كبير، وهو طويل وبيض ورقيق، هذا راه باغي معاك الزواج ونيته صافية، ولكن هاد الانسان عليه ضغوطات ومسؤولية، وكاين شي واحد اللي ما باغيهش باش يتزوجك، فكاين اصحاب. اما باش تظلمي هاد الانسان، العلم عند الله، هذا كيبقى غير فال، وانا كنقول لك شنو قال لك الفال. هاد الانسان ايه باغي الزواج وباغي المعقول، ولكن كاين يا اما مسؤولية وضغوطات عليه، يا اما هاد الانسان كيتدار ليه اصحاب حتى انه ما يديكش، وهاد الانسان كيتألم، هو راه ما باغيش يخسرك، وفي نفس الوقت كيتألم، وفي نفس الوقت باغي الزواج وباغي المعقول، وفي نفس الوقت عليه ضغوطات او مسؤولية او شي حد كيدير ليه سحر حتى انه ما يتزوجش بك. فكان هذا الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحة السعادة، ما تخدموش الاخرين على مصلحة نفسكم، كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم وباي باي.